هقول لك يعني الأندية اللي بتنافس طبعا على الدوري، الزمالك، بيراميدز، الأهلي. اختار لي مين اللي هيكون بطل الدوري الموسم ده؟ والله صعب الحقيقة، بس يعني اختار لك اتنين يعني. لا، اعتقد هتختار واحد. دوافع الزمالك هي تخليه الاول، دوافع الجماهير والزمالك تخليه هو الاول. طيب، عندي 6 فرق او ممكن 7 فرق كمان بيتنافسوا على البقاء في الدوري الممتاز. بداية من المركز ال 12، ام بي، المحله، الاسماعيلي، ايسترن كامباني، الجونه، المقاولون العرب، مصر المقاصه. مصر المقاصه خلاص يعني. بالظبط، في اتنين اختار لي 2 بقى من ال اعتقد موقف المقاولين والجونه صعب شويه يعني. يعني اعتقد كده مع مصر المقاصه. مع مصر المقاصه. انا شايف ايستر كومباني كمان ماشيين بمعدل كويس جدا جدا، وكسبوا النهارده اعتقد، صح؟ كسبوا 1-0، كسبوا سيراميكا على ملعبهم. بالظبط. الاسماعيلي هيفضل في الدوري يعني. دوافع الاسماعيلي ودوافع الجماهير هتخليه. المحله بفوزه النهارده اعتقد يعني هيبقى برضو موجود، بس انا شايف يعني غزل المحله، اسر كامباني، الجونه، المقاولين، مصر المقص، يعني هم دول الفرق اللي هتدور حول. لا، هتختار لي 2 فرق مع المقص. انا هختار. طب انا اعرف منين انت من يعني؟ وجهه نظرك، توقعك الفني، راجل مدير فني. اعتقد الجونه، يعني مع احترامي الكامل لفرقه الجونه والنادي الجونه وكابتن طلعت، بس انا شايف ان الحقيقه اتفرجت على كابتن طلعت رايح لهم متاخر. انا شايف الفرقه الحقيقه مش في احسن حالاتها. اعتقد استر كومباني. استنى كم دول ال3 فرق اللي من وجهة نظر يعني حضرتك؟ يعني واتمنى التوفيق للجميع يعني، بس انا شايف ان برؤيتي دلوقتي وبتفرج على ماتشات الحقيقه، انا شايف ان ده ممكن يكون. طيب، نروح لنمبر 1. هنعرض لك شويه صور كده، تختار الافضل من بينها. افضل حارس في الدوري حتى الان، عواد الشناوي، بسام، محمد عواد. افضل حارس شاب طبعا ما عدا احمد نادر السيد ده اكيد انا اللي اخترته، محمد صبحي، محمود جاد، عمر رضوان. صبحي. افضل حارس في تاريخ الزمالك في الثلاثه، في يعني بعد نادر السيد. عادل مأمور اكيد طبعا. افضل حارس في تاريخ الاهلي، ده عادل مأمور رضينا ما رضيناش لان هو اللي مربينا يعني. لا، هو عادل مأمور يعني طبعا كان اسطوره طبعا من اساطير حراسه المرمى في نادي الزمالك. افضل حارس في تاريخ الاهلي، ثابت البطل، اكرامي، عصام الحضري. الحضري. افضل حارس في تاريخ الاسماعيلي، حسن مختار. حسن مختار. افضل حارس افريقي حاليا، انا بحب ياسين بونو يعني، بحب اداؤه وشكله يعني. انا بيفكرني ببدو الزكي. لا يعني هو بدو الزكي كان ستايل، بس ياسين بونو بحب ستايله يعني. وبعدين على فكره يعني، على فكره احمد نادر قريب من ياسين بونو شويه كده. افضل حارس في العالم، دوناروما، كورتوا، ديخيا. الحقيقه ولا واحد من دول صراحه. لا، في الثلاثه. في الثلاثه كورتوا. الحارس الافضل اخر 20 سنه، انا كنت بحب قوي فاندرسون. كنت عارف. انت كنت عارف؟ كنت عارف والله انك هتختار فاندرسون. اشمعنى ليه؟ مش بحس ان هو نفس الستايل. نفس الستايل. انا بحب الستايل ده. نفس الستايل بتاعي. انا بالنسبه لي افضل حارس شفته شوماخر. شوماخر. حارس كويس، كان ستايل يعني، كان شكله ستايل. بالظبط. كابتن نادر، نورتنا وشرفتنا، ودايما بتنورنا وتشرفنا. انا بكون مبسوط جدا بوجودي معاك يعني، كفايه انا بشوفك يعني. لا، ربنا يخليك، ودايما تفرح كده باحمد نادر وبقيه العيله. بس تمارا والنبي، عشان تمارا لسه مسافره بكره عندنا مدغشقر وبتاع، فاحنا بندعي لها كلنا. بس احمد نادر اللي هيجيب الفلوس يا عم برضه.